J'ai envie de dire une chose, vive l'Afrique ou Dima Maghreb. Merci. الشعب المغربي الشعب كيقول لك السوق والكلام وداك الشيء اللي وقع في قطر ما كانش حلم لاننا عمرنا ما حلمنا اننا نوصلوا لنصف نهائي كاس العالم ولكن نهار وصلنا اصبح حقيقه اللي ما حلمناش بها. كانت رحلة المغرب في قطر أشبه بقصة خيالية، بداية من التعادل مع كرواتيا والفوز على بلجيكا وكندا وإقصاء إسبانيا خارج المونديال باش تكون المغرب فرصة أول فريق إفريقي عربي كيوصل نصف نهائي المونديال إلى تغلب على البرتغال، وهذه أكبر فرصة لأسود الأطلس على الإطلاق في التاريخ ديالهم. قبل 36 عاما وتحديدا في عام 1986 أطاح المغرب بالبرتغال من الدور الأول للمونديال. واش غيدير هذه المرة؟ وهذه المرة في ربع نهائي كأس العالم. نعم، دارها المغرب وأطاح بالأسطورة رونالدو وأصدقائه. هدف مصيري كان كفيلا ليأخذ المغاربة لأول مرة في التاريخ العربي وإفريقيا إلى نصف نهائي المونديال. للوهلة الأولى ظن المغاربة بأنهم نائمون وأن أحلام اليقظة قد أصابتهم. رحلتنا كانت أكثر من رائعة، قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع. واجهنا فرنسا بسوء طالع لا مثيل له، غيابات بالجملة ولاعبين تحملوا الإصابة ولعبوا مقاتلين في الملعب. خسرنا لكن الخسارة بعيدة كل البعد عنا. في دور النصف نهائي واجهنا فرنسا، العامل البدني كان سببا من أسباب الخسارة، ولكن بالرغم من ذلك بعدما منتخب فرنسا أحرز الهدف الأول منتخب المغرب أظهر جودته وسيطر واستحوذ وكان أخطر وأفضل من منتخب فرنسا، ولكن كان هناك سوء توفيق. طريق منتخب المغرب في مونديال قطر كان صعب جدا، مواجهة كرواتيا وبلجيكا في دور المجموعات ومن ثم إسبانيا في دور 16 والبرتغال في دور 8 وفرنسا في دور النصف النهائي وكرواتيا في تحديد المركز الثالث. طريق صعب وشاق قد أهلك العناصر بدنيا وجسمانيا، وهذا سبب رئيسي في عدم استكمال أسود الأطلس الرحلة، حيث كان في مواجهة فرنسا كان منتخب المغرب منهك بدنيا. في النهاية كانت رحلة ممتعة للغاية ومثيرة للمنتخب المغربي بقيادة الركراكي، كسر كل التوقعات وتحدى المستحيل ووصل إلى نصف نهاية المونديال كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك. بعد هذه التجربة المميزة من المنتخب المغربي أصبح لا يوجد حجة لتمثيل مشرف للمنتخبات العربية والإفريقية. وليد الركراكي أرسل رسالة مهمة وقال: احنا نقدروا نمشيوا لأبعد مكان في كأس العالم، ولما لا توجب البطولة. قصتنا في قطر مليئة بالدروس والعبر ومفعمة بأحاسيس الفرحة والافتخار. شكرا منتخب المغرب، شكرا قطر.